السلام عليكم. رائد التعليم عن بعد سلمان أمين خان هو أمريكي من أصل بنغلاديشي من والدين مهاجرين، كان والده يعمل طبيبا للأطفال. يحمل خان درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد. تبدأ القصة في 2004 ومن مسافة 2000 كيلومتر، عندما كان خان يحاول تعليم ابنة عمه مادة الرياضيات من خلال الإنترنت وعلى منصة ياهو. مع مرور الوقت ازداد عدد المتابعين من أقاربه للاستفادة من دروسه. في عام 2006 قرر خان فتح قناة على اليوتيوب وتقديم 5 دروس أسبوعياً، والتي لاقت رواجاً منقطع النظير. وفي عام 2008 قرر سلمان أن ينشئ أكاديمية خان، وهي منظمة تعليمية غير ربحية، وكان يعمل في الأكاديمية خلال وقت فراغه. وفي عام 2009 قرر خان ترك وظيفته كمحلل مالي والتفرغ للأكاديمية بشكل كامل. في بداية 9 شهور الأولى منذ تركه للعمل كان يعيش على مدخراته للصرف على الأكاديمية وإعالة أسرته. حلت المفاجأة عندما استقبل خان أول تبرع مالي من آن زوجة رجل الأعمال الشهير وعالم الحاسوب جون دوير بمبلغ 100,000 دولار، ثم تلتها منحة من جوجل بمبلغ 2 مليون دولار، ثم منحة من مؤسسة بيل جيتس بمبلغ 1.5 مليون دولار. تحول خان إلى نجم وذاع صيته، وأصبح ضيفا على القنوات التلفزيونية والصحف العالمية والندوات. في عام 2012 اختارت مجلة تايم سلمان خان كأحد 100 شخصية مؤثرة حول العالم. أسلوب خان في التدريس هو أن يشاهد الطالب الشاشة دون أن يرى وجه المعلم، فقط بسماع صوته والشرح بخط اليد، لأن خط اليد يجعل الطالب يشعر بالمصداقية والقرب من المعلم. ووضع برنامجا تحفيزيا للطلاب مثل الأوسمة الافتراضية. تحوي مكتبة أكاديمية خان على الآلاف من الدروس وبأربعين لغة مختلفة، وأصبحت الأكاديمية تقدم دروساً متخصصة بالتعاون مع وكالة ناسا ومؤسسات تعليمية كبرى وبعض المتاحف. ألهمت فكرة خان وأسلوبه في التعليم عن بعد من إنشاء عدة منصات تعليمية من أشهرها كورسيرا ويوديمي. سأترك لكم رابط الأكاديمية في الأسفل للدخول والتعرف على ما ترغب في تعلمه ومعرفته. شكراً.